أنا حضرت إليك من أجل معاملة تتعلق بي. أنا اسمي عبد المنعم رجاي تحمل. طيب هد هد، ايش فيك تتكلم كذا بالهات؟ تكلم عادي، ايش فيه؟ اهرج اهرج زي الناس. عفوا، لم أفهم ماذا تقول. أنا أتيت إليك من أجل معاملة تتعلق باسمي. اهرج اهرج بالعربي، تكلم معي زي ما أنا أتكلم معك الحين، وش فيك كذا أنت؟ أنا عبد المنعم رجاي. أنا لم أفهم شيء مما قلت. وش اسمك؟ عبد المنعم رجاي. انتبه هنا. هلا والله بيت، هلا والله. لا والله مداوم. اسمع، ايش رايكم نجتمع اليوم في الشقة نطهبل فلة حجاج؟ اي خلنا ننبسط نستانس، تكفون. اي كلم العيال تكفون، خلنا نجتمع في الأم. لا والله امس طول اليوم قاعد على التلفزيون، جالس في البيت على التلفزيون اطق بالجوال. والله شفته ما رد. اي يا رجال منطفة شمس، قاعد تمشي قاعد تمشي قاعد تمشي قاعد تمشي قاعد تمشي يا ولد. قد امشي امشي، مشيت 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 الين ما انكسرت رجولي، عرفت؟ والله قابل، لا قابلت خوينا، خوينا عبد الله اللي في الدوام. والله وازحف عليه. اي يا رجال، هو رافع ضغطي من اليوم. يا ولد مجنون انت، لا تجي تقدم عندنا. لا لا ما انصحك تجي يا ابن والله العظيم اننا مضغوطين ضغط مو طبيعي. ايه وشفت خويك الفلطو ذاك؟ تخيل اللعب جتها 400. يا رجال ما عليك فيه، اقسم بالله مهايط. يا اعرف اعرف انا زين يا ولد. ايه يا رجال صقعناه بلوت، تخيل كان 148 برا هو، احنا 60 جوا. والله ما تفوزون يا رجال، قلبناها عليه يمين بالله، كسرت راس التكسير. عفوا اخي، اظن معاملتي ليست عندك. لا لا موجوده، بس خلني اخلص المكالمه. بس اريد اذهب الى البيت. حسنا اذهب واخذ الباب معك.